اولا السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكر الموقع سيكان كان بوانات اللي دائما معنا كما كتلاحظوا. انا سميت الجاري مصطفى من الدوار ديالي بالله. وكما كتشوفوا كما كتلاحظوا هذا الواد هذا ديال واد غورغوه كيتلاقاو هنا جوج ويدان هنا. هذا قديم هذا معروف كما كتلاحظوا راه الناس راه غايشهدوا. جات العمره دارت لنا الطريق ما عرف كي داروا ليه ما عرف كي داروا لي هذا الطريق هذا ديال الناس ديال عمران. ما عرفت واش تعطى لهم شي ضوء الاخضر ولا هجموا علينا. حنايا كنسالوا السيد لان الشكايه موجهه للسيد العامل المحترم. غادي يجي يشوف لنا هذا الحل هذا لان ما عندنا الثقه في السيد العامل. اما شي حاجه اخرى راه ما كايناش. عينا معاهم عينا ما نتشكاو. كنشكروا الناس ديال العماله اللي زعما استقبلونا باستقبال حار وعاونونا. بينونا البيبان قالوا لنا فين غاتجهوها فين غاتمشيو. ولكن بالنسبه للمسؤوليه كنحملها كامله للعمران انما هي اللي هاجمه علينا دارت لنا هذه الكارثه هذه. خاص غادي تجي تلقى لنا في اقرب وقت ممكن غتجي تلقى لنا الحل لهذا الواد هذا لان ما راه الدراري ديال المدرسه ما عندهم فين يدوزوا. حنايا سادين علينا راه ما عندنا فين ندوزوا. وهذا الشيء من النهار اللي حطوا زعما قلنا لهم هذا الشيء فيه الغنانه اللي كيبان لي انا فيه الغنانه في هذا الشيء. لان ما قلنا لهم عاود قلنا لهم النهار اللي حطوا في الاول قال لهم اودي هذا الطريق هذا راه فيه الواد راه خصهم توفروا لي القنطره ولا تشوفوا كيفاش ديروا لي. دابا اللي كنسال انايا المهندس ديال العمران اعطاني الوعود قال لي يا ودي هاد الطريف من هذاك الطوموبيله حتى ليه. قال لي يا ودي ما غاديش ندير ليه الزفت غادي نخليه هكاك حتى نشوفوا ليه الحل. الا ما كان والو قال لي غادي نهبط هاد الطريق هذا كما كتقول. قال لي الماء غادي يدوز كما كان بكري غادي يدوز فوق منه. جا في الغنانه ما نعرف هاد الشيء وراه انا اللي كنقول وراه شي حاجه يعني كنحمل المسؤوليه. بعض الناس في وراه شي حاجه شي الغنانه دوزوا علوه كما كتلاحظوا. الله يجازيك بخير سي محمد غادي تشوف لنا هذا الكارثه اللي كنت كندوي ماشي باش ماشي الناس غادي يقولوا غادي ماشي الناس غادي يقولوا زعما غير كنهضر. لان هذا الشيء اللي كنت كنقول لهم في رمضان هذاك الاخر الفيديو انتم تتشوفوا راه هذا الشيء ديال اللي كيكون في الاول راه هو اللي كاين. ها البحيره الطريق تقطع ومازال ما كانتش الشتاء كثيره. اما الا كانت الشتاء كثيره راه غتوقع كارثه كبيره. وهذا الطريق هذا عاود ثاني راه انتم تتشوفوا جاوا بحال خطفوا مشاو. هذا الطريق راه ماشي هكاك راه كنهضر على المساله يعني بصفه عامه ما كندافعش على راسي بوحدي. انتم كتشوفوا الطريق ها هما ما كاين لا الساقيه ما وفروا ليه الساقيه ما داروا ليه سميتو تريطوار ما داروا ليه حتى شي حاجه. مشاو بحال تيخطفوا داروا ليه ذاك الشيء ومشاو بحالهم. حنايا كنوجهوا الرساله للسيد العامل غادي يشوف لنا الحل الله يجازيه بخير في اقرب وقت لهذا الشيء. انما هذا الشيء اللي داروا لنا ماشي هكاك. ها انتم كتشوفوا شوف الطريق راه ماشي هكاك. شوف ها هو الواد ما كاين لا هذاك سميتو لا ذاك تريطوار لا والو. السيد راه هلكوه السيد هذا دابا هلكوه راه ضيعوه. هادو ما كتشوف عنده شويه د الماء تما كيشرب منه ها هو ضيعوه كما كتلاحظوا. قلنا لهم فهاد الشيء كلشي قلنا لهم هذه سنه كنهضروا على هذا الشيء وما كاين والو. هانتوما السيد راه سدوا عليه حتى هو ضيعوه. اللهم ان هذا منكر. الناس ديال الدوار الساكنه ديال الدوار راه كلها هنايا وراه كتشكى على حقها. وكنطلبوا من السيد سميتو السيد العامل المحترم يجي الله يجازيه بخير يشوف لنا هذه الكارثه. هل الناس هذا كيشيفط لنا الاخر هذا الشيء ما كياخذهاش العقل. هانتوما كتشوفوا هانتوما كتلاحظوا هذا الشيء. وزايدون زادوا لنا هذا الشيء. علاش داروا لنا هذا المصيبه الكحله اللي كاينه في الطريق الحواجز هذوك الحواجز ديال السميتو راه ماشي هكاك. راه الحاجز اللي بغاو يديروا فيه 3 متر راه ماشي هكاك. راه الطوموبيل كتفرع في النهار كتفرع ماشي مرتفعه بزاف. هذا الشيء خصو يكون حذر ويكون فيه 3 متر الا بغاو يديروا بحال هكاك. راه هذا الشيء راه اللهم ان هذا منكر. هذا الشيء اللي داروا لنا هذا العمران هذه راه غادي توحل معنا. خصها تلقى لنا الحل في اقرب وقت. اما هذا الشيء اللي دارت لنا هذه الكارثه اللي دارت لنا العمران حنا كنحملوا المسؤوليه كامله العمران. ولكن وراه رئيس الجماعه المهندسين
اللي خصو هذا الشيء راه كاين كونترول، راه العمران ما كديرش بوحده كدير الطريق وكدوز، راه كيجي الكونترول موراها كيجي كيراقب هذا الشيء. علاه المسؤولين ديالنا على ما شافوش هذا سميتو هذا البراج اللي دار ما شافو هذا الشيء خصو يدار ليه القنطره؟ كاين شي طريق كدوز بلا قنطره؟ الواد خرقوا ربي العالم يقدو قداش؟ على هذا الشيء ما شافوه؟ راه كاين وراه كاين كونترول من بعد ملي كدوز العمران راه كاين كونترول موراه. وفين هما المراقبين ديالنا؟ المرشحين ديالنا فين المرشحين؟ وكلهم كلهم حنا كنهضروا على المسؤولين راه فيهم كل شيء. ماشي وسميتو هذا الطريق هذا راه داروا راه ضيعوه، راه كان عندنا هذا الشيء ديال المعدن ديال بكري، والله الا كان احسن من هذا، ما كانش عندنا هذه الكوارث هذو اللي كاين. واه حنا رميتو هذو الممرات ديالنا. واه وصور عافاك الله يستر عليك فين كان. السلام عليكم شيخ، هو غادي نشوفو اخو بريده وقت غادي يغزا، ولكن هذه الكينابريد ودارين بورخ باغي يغزا توني غزا الكينابريد ماش خصني هنا نهار كتشقى كنقطوعين اي محضان واش مال عدو الطوموبيل واحد حد وقت نقدر ضروري نطس الشيخ خلق قال شي سولوطه تسمى المعنيه ديال الولايه غزا باش غادي نجي المشكله هو البريد غادي توين غادي تصاور واش نبريد النهار شحال السكان اذا كاين خاصر البريد هو الحلايا تسمى وجبويه موجبو عما سوجبو الحل ملاي نشين هذا سينا هذا الفاحي وبريد نهار قال شي نضيع نغلي اذا كينا هما بريد برا القنطار واش كينا هذا الشيء خاص زعما كل شيء كل شيء هو المعرض ولا ما عرفتش تصاور زرق معنا غاس واسي 100 سنه ورا غدوا حتى من بعد ما كاين القدرون ايوا القدرون بالله عند الحقيقه خاص يسيري القنطار باش تفر هو من واحد راه غير محضان والترانزيت غوري وات حنا دغاني مسوقين صحاب السكان ينقطعوا بريد الحقيقه واجبوا حتى المسؤولين غايبين المرشح ديال رئيس الجماعه غيتجا المسؤولين خمشانا غايبين هو تما هو تحت شهرين خمشانا تقوم يا الشحيت تما المرشح ومشانا شي واحد رجع لكم شوان تشير حقيقه حتى وانت تشير حتى اللي قارا هو المشكل هو من قال الاخوان خذوني مره وتجيبوا يجي قرم ويجي قرم اذا المطرب من المره ديال شنو هو انا وضعت من المره الثانيه تشير مره من قال الاخوان خذوا انت تما فهمنا هذا القضاء الرنوية بريد في النجعة وذي تما غنتي توار وغات شاي نقر عاقس وخيوطة ونزات تاثنا دوما سوى دقيق الجاع تاريا بلاع أبري وخاس كمر النيشة باش تما غادي كمر الظهر اللحومة غير دشار سنج باش هذي بلاع حتى فما نتكن سنج أمو ذو أمو حتى شت بسرايني تما ضار الزيت طبعا الحاجة ويعني طبعا الحاجة ويعني أعمال أعمال يا ولدنا أعمال هاقب وقت خمي نسا ما نبدا يغزى هاقب قايبها قايب يغزى يبها محمد إوا غزايني هنا أرين تيغزى غرغا وين كان وين كان وين زاد أنت مضروري تجي جهته أما نغزى عدو ضاك هذا مرة قال غزى هديته حتى غزا الخولي حتى واك مش غنعدو نهار واد مش غنعدو نهار واد مش غنعدو نهار واد مش غنعدو نهار ابريدي نقرا ديالنا ولد ولد فين 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 ساكن هاك ما غايود الله هاك هاك حنا عما سيدي غنحرق فراق قداش تازي 20 سنتيم وباقي هاك وريد هاك عمص من هي نعم سيدي وان غيوكي عمص عمص اذا خو من هي زقومي كينا بريد ومي قام انايا واه صافي توا قبرت توا غزايا صدو غاري 60 سنه ثاني تاش مش عمص وزريق من هي انا مي كينا بريد بالله عليك غزا اول مره اول مره هو دينا انزات وغيتوقع
يتحمل يغزا يغزا يقاش ويت شاش ويت شاد جوان يبين جوان تومينش جوان ما كان ما يوقع ولا كل خوني هنا من السوق عندي من هنا سكينة مش نسمي نقاني عبد القادر الروهر شين عن غبريدة قد ولد أمن كوينت سيتين سوطس أمن عين كوينت سيتين الغزالة مش سوطس ونهار يكتون زغاج مزين ساعات قد تمر جنب الجدين وما زال عاد هذا ريال هنا قد تمر سيفنات قدور نقشم هي السوضن سوضن بشارع يسيو فاس بدنا غادي خاصني الشخص الناس المسؤولين ما غابش انا ما قميوس بوبريد ما يولي شكوري غنغبش انا عاود باش ناقش غنغبش انا عاد في دوينتين قاعد الصغا قاعد السكنه غير عاود سكين شوالو جيت بلا ولكن غنغضر راه مقرر غنغي نستغدر الشنافيد غنغبش انا ما غير دار انا بري وانا بدقق وعم قنع الدرديس نشين نتوض نتمعاون الساكنة ومشانا الجيران نجلس عبي سرخار نتوض باعو يدير قوي قد دقن كسيد وضرود وشي قن تديس ابني سبو بريد يوم جين مشتو ولا مزعما ما بريد الصباح ابني الشمو خا بريد وخا قين تشويت ولكن وجحت الشناق شو بريد عود سموا سقين وبورديو الشين صنع عمرين لخدم بريد سبورديو ها بورديو سقين شاق تدى ما ناقش كينا دونس مارق خوص الشين صافي غن هالا دن زوار قش شين دونس قد تخذ الصوال وبريد قد ويا مشي يجي مارك كنوا من الدونس خوقا شي حاجه واسي هو يعني هو مري يعني الحمله ونزان غني يمكن هذه هذه يقرا يخو كنا من طرف مزال مسؤولين هما قلنا مسؤولين ماذا دا سنتين مسؤولين بان بدا نقعد نناقش باش انا بريدا غنغي غزا ليها من ضروري قضيه قضيه زريت هذا نقعد نعاود ندير شغان حاجه اللي زخت تحت القرار قام المدرسه تكنسنى شنو نزوت وانا بريد ابريت وانا نعدو يغزا قصقو بالقصيده ربي لان يرث الله الارض من عليه انت يزاني يخدم عمص نقعش الكارثه ديالنا إذا انت من نهار انها ونزان ثاون ومقصود احنا بضغا نهار شنو نهار وزما احنا بضغا وزما احنا بضغا من قد تغا من شنو قد تغا قال بارس سواب الا غنخصني بريت السنه غير السكان يقنا قد خصني بريت ديما سكن راس سيدان راس الطوموبيل وديما سكن شنو اغزا قد تغا اغزا قد تغا لقيت هاي تفرغ ديس قورقوي كمير زيد تفرغ قبشاني نهار خشو حق غادي نجم كارثه تم قرات مش شنو زمان عدو خيضا تاع ونظم حضغا نستو من زمان عدو يا ناري كتم ملي كتم نزار اي نعدو هذا الشن بوا عاد بين عدو من يا من حد بلا وقت واش انت نتلف المسؤوليه الاقتصاد ولا شنو خزاب اذا المانيا غاس يعني تسميم النص المانيا من حديت هو ما يعدو الخوص ثاني تواز ما شكنا نعودهم لأن قد يسبت جاء هاقش نخطوان كترو هاقش توقع ما سنتهم مجين قندع دادو مجين شي نقاس ولا غد قرار الزوج نوبا من سنة لا تزوج نجحو هنا شاتو أترو أخوانو أخوانو الخيانو ذي ذي عديني صحيح ذي 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 نقش بخاس نقش بخاس من غير قش بس أمي خاس أبو حسان 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 أبو حسان